أبشر يا من تستغفر الله عز وجل بأن تأخذ صحيفتك بيمينك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة يأخذها بيضاء نقية فليكثر من الاستغفار. والله عز وجل يقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أكثر، قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله دائما دائما في كل وقت، في السيارة، في البيت، وأنت على السرير، وأنت جالس على الكرسي، وأنت في العمل، وأنت في المسجد. حاول أن يكون لسانك رطبا بالاستغفار، واستحضر أنك تستغفر ملك الملوك سبحانه وتعالى، استحضر بأنك عاصي تعصي، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا استحضرت بأنك واقع في المعصية والتقصير ستستشعر طعم الاستغفار، تقول أستغفر الله، يعني أطلب المغفرة والرحمة من الله عز وجل وأبشر بالمغفرة. إن خرجت هذه الكلمة أستغفر الله وأتوب إليه من قلبك أبشر.